اول شيء ابارك لك، يعني رالي دكار يعتبر شيء تاريخي، مجرد انك تشارك فيه وتنجزه ما هو بالشيء السهل يعني. والله اول شيء الله يعطيكم العافيه، شاكرين لكم التغطيه الجميله هذه. يعني تكلم عن دكار يمكن من 10 او اكثر من يوم دخلت في راليات، يعني من 2007 احنا كل سنه نتابع رالي دكار، نقول متى اليوم اللي بنشارك فيه. كان تقول حلم يعني، زي الحلم. الحين شوف دخلنا دكار واخذنا الميداليه هذه، طبعا هذه ان شاء الله ببروزها هذه عندي للتاريخ هذه. الحمد لله يعني دخلنا دكار، الحمد لله الوصول بحد ذاته. يعني احنا اول يوم جانا عطل، ولا صلحنا العطل الا بعد ما غابت الشمس، ناظرنا الوقت باقي في المرحله 7 ساعات، يعني يدفعونك انك تكمل، انك ما تنسحب. كملنا المرحله، صارت الخطه بعدها ننافس انفسنا كيف نوصلها للفينش وناخذ الميداليه هذه، والحمد لله الخطه نجحت معنا الحمد لله. كيف المراحل معكم؟ كيف المناظر؟ يعني كثير يتكلموا على المناظر في كل المراحل، في كل مرحله لها مناظر ولها خصوصيه بشكل خيالي يعني. صحيح. طبعا اول شيء انا يعني خاصه في الشتاء هذه شبه اسبوعي في البر، لازم يعني نستكشف ندور كل اغلب المناطق. ودونا مع اماكن الرالي كاني انا ما قد طلعت، كاني اول مره اجي السعوديه. ف يعني شيء ما اقدر اوصفه لك، يمكن بعض اللقطات اللي طلعت وبعضها في اشياء شفناها ما قدرنا نصورها، تعرف ما يسعفنا الوقت. لكن الحمد لله على الوصول، هذا اهم شيء الحمد لله. السنه القادمه باذن الله في رالي دكار؟ والله اعطني اسبوعين نفكر، لازم نرتاح الحين، لنا الحين 13 يوم، معدل النوم 3-4 ساعات، فاعطنا اسبوعين والحين لا. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. مبروك. الله يبارك فيك. جزاك باذن الله الانجازات احسن باذن واحد احد. الله يعطيكم العافيه، شاكر ومقدر لك. شكرا لك. يا اهلا وسهلا.